طالبين من رئيس الجمهورية، جي دي بيان رئيس الجمهورية، خاطر توا السلطات الكل في يده هو، طالبين من رئيس الجمهورية اللي هو ضامن الدستور، اللي هو كما قولوا احنا قال انه يدافع على حقوق المرأة، طالبين منه تسكير وكر الإرهاب، نعاود وكر الإرهاب، لا منظمة إسلامية ولا حتى هذا وكر الإرهاب، مجعول لدمغشة الشباب، مجعول كما قولوا احنا معناها الخلق الفكر الإرهابي التطرف في معناها في البلاد. احنا دولة مدنية، التونسي كما نقولوا احنا عايش، ديجا جينا لهنا طالبين من رئيس الجمهورية ونعاودوا يا رئيس الجمهورية راك الإجراءات اللي خذيتها في 25 جويليا رانا كحزب الدستوري الحر رانا باركناها ورانا كنا معاك ورانا مشنا ضدك في القرار اللي خذيته ورانا قاعدين نتبعوا في الطرق اللي تعمل فيها والطريقة نتاعك ونجم نقولوا صحيحة. ملاطنا كنا مستفر السيدة دي هو ممنوع من كل شيء يحبوا حقوقنا تقعد تبع مجلة الأحوال الشخصية ونزيدوا ندعموها مش نزيدوا نهرسلوها ونزيدوا نخونوها ونزيدوا نكذبوها ونزيدوا نغطيوا الحقائق ونطلعوا كيف الإشاعات والأكاذيب. الدستور الحر سيبقى محطة التنوير، بعثنا تقريبا الاحترام، بعثنا مكتوب وقسم وكما عودنا السادة أعوان الأمن ما تضحكوش معنا احنا تعملوا الكم الهائل هذا الكل من الاعوان احنا الكلنا نفهموا في الدولة والكلنا ننتشروا.